ايه اللي حصل له؟ هو بقاله كام يوم كده دبلان ورايح راس في راس، ده من السرير للحمام ومن الحمام للسرير، ونفسه مش رايحه على الاكل خالص. ده الست هدى بتفضل تتحايل عليه عشان ياكل زي العيل الصغير. وهي اللي قالت لك تيجي تقولي لنا؟ امال انا جيت من نفسي يعني يا ست هانم؟ هي اللي قايله لي وبتقول لك يا عم جلال لو عايز تيجي تزوره اتفضل. هو تعبان قوي كده؟ والنبي ما عارفه ومش عايز حتى يشوف حكيم، وانا مش فاهمه ليه. طب يا بنتي اتفضلي انت وانا هروح له كمان شويه. ماشي يا حاج، فوتكم بعافيه. الله يعافيك. انت لما شفته اخر مره كان تعبان؟ لا مش تعبان قوي، ده خدني ورحنا بيت علي الزناتي اجرناه له اللي ريح الجمعيه الزراعيه، وكان ناوي ينقل فيه تاني يوم. ليه ما قلتليش؟ مش احنا اتفقنا لا اجيب لك سيرته ولا اجيب له سيرتك؟ مش كده احسن لكم انتوا الاثنين ولا ايه؟ يلا اتكل على الله، لو ركبت القطر دلوقتي هتلحقي معادك اللي معمودين الجنينه. يلا اتفضلي بقى. انا مش هتحرك من هنا قبل ما اطمن عليه، احنا مش هنضحك على بعض. والله يا ماما غصب عني حاولت اكلمكم بس الخطوط هنا بتجمع بصعوبه جدا. لما صدقت النمره جمعت. طيب المهم بس انت صحتك عامله ايه؟ وطمنيني عليكي وعلى محمود وعلى بابا. ماله؟ الف سلام عليه. انت شفت الدكتور؟ طيب انا هبقى اتصل اطمن عليه تاني. طيب سلام دلوقتي عشان عندي شغل. مو اوصي جوتون بكو اوفا. هي اجنبيه دي يا ابو السيد؟ خليك في حالك يا معلم خميس، خلي زكريا يعمل لنا تلاقه. الله يبارك لك، اتفضل يا معلم كرم. مواجه مواجه زي البرطمه اللي انت بالبرطمه دي. كنت لاقينك انا يا سيدي المعلمين. اه يبقى عندك اخبار حلوه، طمني. الحلو رق. لا ما انا ما كنتش جاي لك بخصوص الموضوع ده يعني. اه يبقى هتدفع فلوس القمار اللي عليك. منين يا سيدي المعلمين؟ ما على يدك كل يوم خساره انا احمل اللي قبلها. لا ما هو منين ده مش شغلتي. من عرق النسوان اللي بتقبضهولك اشجان، من لحمك الحي، من الهوا. المهم الفلوس ترجع. هترجع هترجع وفوقها الفوايد كمان. وده منين بقى؟ الشغل، البيزنس يا كرم المينا وكبرها. بيزنس؟ هم العالم البحاره والخواجات اللي بيرسوا عندك في المينا دول مش فيهم ناس حلوه كده بيحبوا اللعب والفرفشه؟ اكيد. خلاص تحولهم لي على كبري اشجان ونقلبوا سياح وليكوا عموله على كل روس. هي فكره حلوه، مش عشان العموله السكه اللي انت هتدهاني طبعا، بس هترفع سهمنا عند الحلوين، هتنولنا الرضا السامي. يعني اتفقنا يا معلم؟